النهارده ان شاء الله هناخد البار اند بار ريفرس ريلي. تمام. ماشي اهو. بار اند بار ريفرس ريلي ده ريلي بيديتكت قيمه الباور واتجاه الباور. بيديتكت قيمه الباور واتجاه الباور مكانه موجود على الخارج بتاع محطه الكهرباء. باور ستيشن بس بار الخروج اللي بيغذي الشبكه موجود ايه؟ باور اند باور ريفرس ريلي عشان يديتكت قيمه الباور. يبقى انا كده الباور ستيشن لما بتخرج باور يبقى هي كده بتتحمل بقيمه الباور اللي هي ايه خارج منها. ده المفروض ان الباور ستيشن ليها قيمه باور ريتنج خلاص كده ما يزيدش عنه، لان لو حملت المحطه بحمل اكبر من اللود بتاعها الريتنج بتاعها بيبدا اللي هو ايه بتقل السرعه وممكن المحطه تخرج انسنكرونايزيشن. خلاص كده يا شباب. فلازم ان انا اشوف قيمه الباور اللي خارجه من المحطه وما تزيدش عن ايه عن الريتنج. دي اول حاجه. تاني حاجه اتجاه الباور. ضروري جدا ان اتجاه الباور ان الباور كلها تبقى خارجه من محطه الباور ستيشن طالعه على ايه مرفوعه على الشبكه. ما ينفعش ان الباور تيجي من الشبكه لمحطه الباور ستيشن. خلاص كده يا شباب. المفروض ان محطه الباور ستيشن لو فيها سنكرونايز جنريتور فالسنكرونايز جنريتور ده بيطلع لي ايه بي وكيو على الشبكه. خلاص كده اكتف باور وايه ورياكتف باور. تمام كده يا شباب. تمام. يبقى في الحاله الطبيعيه بتاعته هو بيطلع اكتف ورياكتف باور. لو حصل ان الباور اتعكست، ودي طبعا بيبقى من احد اسباب ان الباور بتنعكس ايه؟ الاكتف باور. ايه اللي يخلي الاكتف باور تنعكس؟ الاتجاه بتاعه يعني بيتغير. بص في الطبيعي ان اي محطه باور ستيشن بتخرج لي ايه؟ بي وكيو. خلاص كده؟ الباور انها تنقل باور ترانسميت باور من تطلع جنريت باور من المحطه على الشبكه الزاويه على طول. ليه؟ بتطلع باور. لا هو في الطبيعي انها بتغذي الشبكه بايه؟ ببي وكيو. خلاص كده يا شباب. في الطبيعي انها بتغذي الشبكه ببي وكيو. قيمه البي بتزيد القيمه بتاعت البي بتزيد كل ما الزاويه بتاعت الجنريشن زادت. يبقى كل ما الزاويه بتاعت الفولت اللي خارجه من المحطه اكبر من الشبكه فكده هي كده بتطلع اكتف باور كبيره. خلاص كده يا شباب. كل ما الزاويه بتقل انا كده بقلل من الجنريشن ايه اكتف باور. نفس الكلام في الكيو. كل ما الجنريتنج فولتج زاد هو كده بيطلع كيو. كل ما الجنريتنج فولتج قيمه الفولت بيزيد كل ما طلع كيو ايه اعلى. خلاص كده. يبقى قيمه الكيو الفاكتور بتاعها ايه الفولتج. قيمه الباور الاكتف باور الفاكتور بتاعته ايه الفاكتور بتاعته ايه هي تلاقي الزاويه. خلاص كده يا شباب. يبقى لو الزاويه بتاعت الجنريشن اقل من الزاويه بتاعت الشبكه ايه اللي يحصل؟ الباور بقى ايه تنعكس ترجع على الايه على الباور ستيشن. طب لو قيمه الجهد بتاع الشبكه اكبر من قيمه الجهد بتاع الباور ستيشن الجنريشن يبقى اللي يحصل برضه الكيو ترجع على الايه؟ على المحطه. خلاص كده يا شباب. يبقى في الطبيعي ان لازم الزاويه تبقى اعلى من الزاويه على الشبكه عشان ادي باور لايه؟ اكتف باور للشبكه. جنريت اكتف باور على الشبكه. في الطبيعي ان الفولت تبقى اعلى من فولت الشبكه عشان اجنريت ايه؟ كيو على الشبكه. خلاص كده يا شباب. تمام. الجهاز ده بيديتكت انعكاس الاكتف باور. تمام كده؟ السنكرونس جنريتور في الطبيعي اللي هو بيطلع لي بي وبيطلع لي كيو. لو حصل ان هو سحب بي وطلع لي كيو كده هو شغال از ايه؟ سنكرونس ايه؟ سنكرونس كوندنسر. يعني بيعمل ايه؟ بياخد بار بس انا عملت له اوفر اكزايتيشن يعني زودت قيمه الاكزايتيشن فعمل ايه؟ فطلع كيو على الايه؟ طلع كيو على الشبكه. دي حاله ما يحسش بيها الايه؟ الباور اند باور ريفرس ريلي. طيب لو الزاويه قلت اقل من الشبكه والفولت كمان اكزايتيشن قل فبقى اقل من جهد الشبكه سحب ايه؟ بي وكيو من الشبكه. خلاص كده يا شباب. الزاويه هي سرعه التربين. خلاص كده. كميه ستيم يعني لما الزاويه بتقل فانا لو زودت الستيم هخلي الشافت ايه يسبق فلما هيسبق فهيبقى جنريت على طول. اول ما هيتاخر فيبقى كده ايه بيسحب بار من على الشبكه. يبقى لو سحب بار من على الشبكه يبقى كده ايه؟ سحب اكتف بار والجهد اقل من جهد الشبكه فسحب رياكتف بار فكده شغال از سنكرونس ايه؟
سينكرونس مود، يبقى السينكرونس ماشين شغاله في الوقت ده از سينكرونس مود، تسحب كيو بي، فده المفروض هيحس بقيمه الايه الاكتف بار الراجعه من الشبكه بتغذي الايه السينكرونس ماشين. السينكرونس ماشين مش هيحس امتى؟ مش هيحس لو بيدي باور للشبكه، لو اتجاه الباور مظبوط بس اتجاه الباور وقيمه الباور. الجهاز ده يا شباب بيحس بحاجتين، قيمه باور وباتجاه باور. قيمه باور لو قيمه الباور المسحوب الباور ستيشن اعلى من الريتنج يفصل، ولو اتجاه الباور يعني جايه من الشبكه للباور ستيشن يعني في انعكاس في الباور برضه يفصل. خلاص كده يا شباب؟ تمام. طيب يبقى في حاله السنكرونس ماشين السنكرونس جنريتور بيشتغل از سنكرونس موتور، بيسحب بي وكيو من الشبكه، فكده الجهاز ده المفروض ايه يديتكت انعكاس الباور ويفصل. طيب ممكن بقى ان يحصل ايه، بس دي مش في السنكرونس ماشين بقى، في لو باور ستيشن زي الويند مثلا اندكشن جنريتور، يعني الاندكشن جنريتور بيعمل ايه؟ بيطلع باور للشبكه بس بيسحب كيو في الاول عشان يعمل بيلدنج اب للايه؟ للفولت. فدي ايه؟ دي حاله من الحالات يعني. تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى في الحاله الطبيعيه ان السنكرونس جنريتور او السنكرونس ماشين اللي بيشتغل كاز اسنكرونس جنريتور فهو بيطلع بي وكيو على الايه؟ على الشبكه. لو حصل خلل في الـ في الـ في, الـ في الزاويه، ان الزاويه بقت اقل من الزاويه بتاعت الشبكه، يبدا اللي هو ايه؟ بي 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 بيسحب باور من ايه؟ من الشبكه، والجهاز ده كده ساعتها بيحس بانعكاس الباور ويفصل. خلاص كده يا شباب؟ الجهاز ده بقى بيتوصل في على الشبكه ازاي؟ الفولت ترانسفورمر وايه؟ والكرنت ترانسفورمر عشان يحس، عشان يشوف الفولت والتيار فيقرا قيمه ايه زاويه. خلاص كده يا شباب؟ تمام. نفس السيستم بالظبط بتاعي، باور سبلاي خارج على مالتي ميتر، داخل على مالتي ميتر، وخارج المالتي ميتر على الديجيتال ريلي، وخارج الديجيتال ريلي على السيركت بريكر، وخارج السيركت بريكر على الشبكه، والشبكه على الايه؟ على الحمل بتاعي. خلاص كده يا شباب؟ تمام. ده كده بيديتكت نوعين من الفولت، قيمه الباور واتجاه الباور، فهتلاقي بي اكبر وبي ريفرس ايه؟ وبي ريفرس اكبر. تمام كده يا شباب؟ اتنين ريلي انا موصل دايره الكنترول على ايه؟ على النورمال يوم. في مشكله كده يا شباب؟ نبدا بقى اللي هنعمل سيتنج، طبعا واصل على الكمبيوتر بايه؟ وصلت الكونفرتر دي اللي هي انا كنت ديجيتال تو انالوج، بحيث اللي هو ايه؟ اعرف اعمل سيتنج لايه؟ للريلي بتاعي. خلاص كده يا شباب؟ ممكن نفتح بقى السيتنج بتاعت الريلي. اول حاجه في صفحه السيتنج بتاعت الريلي ده كده البي ريفرس اكبر والبي ريتنج ايه اكبر، الالارم والتريب، الالارم مع البي ريفرس اكبر والتريب مع البي ريفرس اكبر، يعني انا لو الريلي ديتكت ان الباور ريفرس وبدا يعد وقت معين فهتلاقي ان دي ايه واحد، طب لو فصل على باور ريفرس فهتلاقي ان دي ايه التريب ايه واحد، دي كده انا باخد ايه ستيتس لايه لحاله الايه لحاله الديجيتال ريلي. نفس الكلام لو انا الباور ريتنج اعلى، لو الباور المسحوبه اعلى من الباور ريتنج الارم يبقى هو بيعد في وقت معين، طب تريب يبقى كده دي تبقى ايه؟ الاكتف ريفرس باور قيمه الايه؟ الباور ريفرس. بعد كده السيتنج بتاعي من البي سي ولا من البانل، فهو ده كده ايه؟ من البي سي. بعد كده السيتنج اوف ريتد فولتج ب 100 فولت، والميجرنج للفولتج فيس تو فيس ولا فيس تو نيوترال، فانا اخترتها دلتا يبقى ايه؟ فيس تو فيس. خلاص كده يا شباب؟ يبقى انا كده باخد ايه؟ جهد اللاين. خلاص كده يا شباب؟ بيقيس جهد اللاين. وهتلاقيه كان بيقيس الباور على الثري فيز يعني. عشان بيقيس جهد اللاين في لاين. طيب بعد كده التريبنج فاليو 4 الريفرس باور. والستريس فاليو 4 الريفرس باور. يبقى ده كده سيتنج الايه؟ للباور ريفرس كقيمه للقيمه العاديه اللي هي السيتنج فاليو للتريبنج فاليو اللي هي التريبنج فاليو لقيمه الريفرس باور، والهستريس فاليو اللي هي ايه؟ عشان لو حصل ترانزنت فولت يعني. خلاص كده يا شباب؟ وطبعا قيمه الهستريس تبقى اعلى من قيمه الايه؟ اعلى من قيمه التريب، اعلى من قيمه التريب. يعني انا
لو الباور ريفرس بتاعتي سالب 20 لازم تبقى اعلى منها، هتبقى سالب 10. طب السالب القيمه بتقل، اللي بيحصل لها بتبقى العكس، كل ما القيمه بتزيد كل ما القيمه بتاعت الباور بتقل. فانا هنا هو يقصد يقول هيستيس فاليو اكبر من تريف فاليو، يبقى عشان اشاره سالبه يعني تبقى ايه، تبقى سالب 10. خلاص كده يا شباب، يبقى انا كده لو المحطه بتاعتي سحبت سالب 20 واط، يعني خدت 20 واط من الشبكه، خلاص كده، وانا بقى قدرت ان انا اعدل السموك بتاعي الستيم بتاعي ولا ايه، بحيث اللي هو يزود من سرعه التربينه، فسرعه التربينه زادت، فقدرت ان انا ايه اجنريت باور اعلى، يعني زودت الجهد، زودت اسف الزاويه، فحاولت فبدات ان انا اعالج المشكله دي وازود الزاويه، فزودت الباور اللي طالع، فهقلل من قيمه الايه السالب 20 دي، فتبدا اللي هي بقى تزيد، سالب 20 تبقى سالب 19، سالب 18، سالب 17، لو وصلت لسالب 9 قبل ما اخلص الخمس ثواني اللي هي السيتنج بتاع الريفرس باور، يبدا اللي هو ايه يريست. طيب لو زادت بس بقيمه بتوين السالب 20 والسالب 10 يكمل عد ويفصل. خلاص كده يا شباب، ده بالنسبه لايه للسيتنج بتاع التريننج فاليو والستريس فاليو والزمن بتاعه الخمس ثواني. كده انا مش كده سامح لكميه ريفرس باور تعدي من انا كده سامح. ما هو انا مش معنى الواحد واط مثلا رجع لي يبقى انا كده حاله فول، لا عادي ممكن نسمح بالقيم بس ما تتعداش الايه السيتنج فاليو اللي هي سالب 20. خلاص كده يا شباب، بالنسبه بقى اللي هنا التريننج فاليو للاكتف باور بقى، القيمه بقى بتاعت الريتنج بتاعت المحطه، طبعا هي قيمتها تبقى قيمه قليله مش قيمة كبيرة، يعني مثلا هنا انا لو بقول 100 فولت ومثلا الريتنج بتاع الجهاز ده 1 امبير، فانا بقول 100 وات، فال 100 وات ده انا هنا ظابط انا مش عايز اوصل ل 100، فالتريننج فاليو ده انا هوصل لكام؟ مثلا ظابطه على 80 مثلا، خلاص كده؟ والهستريس فاليو يبقى قيمة ايه؟ اقل من التريف فاليو، فانا ظابطها على 70. ممكن اعدلها، ممكن اخلي دي مثلا 90 بس بلاش عشان التيار، انا بعلى بالتيار ف ماشي 90، ودي كده خليها مثلا 80 ماشي، وال10 ثواني دي مثلا قللها بس شويه كده خليها 8 ثواني مثلا. خلاص يبقى كده خلاص كده يا شباب، يبقى كده ايه، يبقى انا السيتنج فاليو 90 خلاص كده، والهستريس اقل منها 80، والوقت ايه 8 ثواني. بالنسبه للريفرس بار انا خليتها سالب 20، هي قيمة قليلة تعتبر سالب 20، ما جاتش 20%، خلاص كده، بس انا معليها عشان اعرف اعمل لكم الهستريس يعني، ودي سالب 10، خليها مثلا سالب 15، اكيد هيبقى ليها ليه تمام كده يا شباب. نقدر بقى اللي احنا ايه نوصل، انا كده لو وصلت وصل كده بريكر بوش بوتن الاخضر، وابدا هتلاقي اللي هو ايه ديتكت ريفرس، لان انا كنت عامل ايه كنت قلب الاتجاه، انا كده خارج من مالتي ميتر على الديجيتال ميتر، وخارج الديجيتال ميتر على السيركت بريكر، وداخل مظبوط يعني الدخول. تمام كده يا شباب، نبدا اللي احنا وصل بقى. هتلاقي ايه، هتلاقي القيمه بقت بالموجب، يبقى انا كده ماشي فورورد دايركشن مفيش مشكله عادي، والبار كده خارج على الايه على الشبكه، مش واخده مش جايه من الشبكه. طبعا انا بضحك عليك خلاص، انا يعني انا في حاله الريفرس انا بضحك على الديجيتال ميتر، انا بعكس اتجاه الايه الفلو بتاع الباور،
انت فاهم قصدي؟ يعني مش اللي هو مش المفروض الحقيقه ان انا يجي لي من الشبكه، بس انا بضحك ان انا بغير الاتجاه. طيب نيجي بقى هنا سيتنج اوف ريتد فولتج 100 خلاص تمام. نبدا بقى اللي احنا ايه نزود، عشان احنا كده نزود عن الريتد عشان نعمل انا عندي دلوقتي ايه 13 واط بس في الاتجاه الفورورد، خلاص 26 واط في الاتجاه الفورورد، يعني مفيش ايه ما حسش بحاجه. وانت تقول لي الريفرس مثلا 15، بس كان ده اللي انا ريفرس، انا فورورد هو بيشوف الفورورد هو كان بقى السيتنج بتاعه 90، فانا ازيد لغايه ما هوصل ل 76 95 كده، انا زدت عن ال 90. يبدا يعد الثمان ثواني بعد كده يفصل تمام كده شباب. وصل هزيد عن ال 90، يبدا يعد صح كده، وائل عمل ايه؟ عمل ريست صح كده يا شباب. يبقى انا زدت عن ال 90 اهو، فابدا يعد. اروح عامل بقى ايه؟ راجع تاني عن الايه؟ عن ال 80، لازم ارجع عن ال 80، فبالتالي عمل ايه؟ عمل ريست. طب لو زدت عن ال 90 بعد كده رحت راجع بين ال 90 وال 80 87 86 هتلاقيه يكمل عنده ويفصل. خلاص كده يا شباب؟ ماشي. اعكس بقى، تعرف تعكس؟ طب كده يا شباب اول ما وصل كده هتلاقي اللي هو حس بايه؟ بالسالب. السيتنج بتاعي سالب 15 فزيد سالب 14، مفيش اي مشكله، زيد عن سالب 15 سالب 20. بدا اللي هو ايه؟ يعد وهيفصل بعد 5 ثواني تمام. وصل ونشوف حته الستريسز، انا زدت عن كده سالب 20 بيعد. طب لو قليت عن السالب 5 لا هو كده ايه؟ انا ما لحقتش. طب تاني معلش كده سالب 4.9 سالب 11 كده حاجه نورمال عادي. زد بدا يعد، انا هقل كده ايه رست. طب لو زدت عن سالب 15 ورجعت بقى بتوين يعني عملتها سالب 6 مثلا بس انا ما لحقتش اصلا. طب شغل كده كان اعرف اعملها يا عم، انت عايز ايه؟ اهو سالب 9 كمل عد وايه؟ ويفس تمام كده يا شباب. في حد عنده اي مشكله؟ كده احنا ايه خدنا البار اند باور ريفرس ريلي. في تجربه ثانيه المفروض اللي هي الدايركشنال اوفر كرنت ريلي، دي بقى مش بيديتكت باور، لا بيديتكت تيار وبيديتكت اتجاه التيار، فكنت بوصله حاجه كبيره كده بس هو باظ او بايظ يعني دلوقتي. المهم يعني في النهايه فولت ترانسفورمر والكرنت ترانسفورمر، شوف اشاره الفولت واشاره التيار بيبدا اللي هو ايه بيبقى مهم بقى في ايه؟ في الشبكات اللي هي الرينج. ليه؟ لان انا في الرينج انا ممكن ايه اتغذى من ايه؟ من اتجاهين صح كده؟ وممكن يبقى قيمه التيار عالي وهو بيتغذى من اتجاه واحد، انت فاهم؟ فلو انا رينج خلاص كده وحصل فولت في منطقه فهيتغذى من الاتجاه الثاني بس قيمه التيار قليله، فهحكم عليها اللي هي فولت من ايه؟ من اتجاه التيار، فاتجاه التيار ساعات بيحكم لي ان في فولت او مش في ايه؟ او مش في فولت، ممكن نتكلم عليه بشكل احسن من كده المره الجايه. بس في حد عنده اي مشكله يا شباب؟ تمام. قيمتين دول ستيتس للالارم والتريب بس كده، لو حصل شفت هو بيعد كان بيعمل الارم المفروض دي كده تبقى واحد، طب لو فصل عمل تريب المفروض دي تبقى ايه؟ تبقى واحد في حاله الباور ريزرس. ونفس الكلام الباور ريتنج بقى قيمة الباور دي الباور ريفرس ودي الباور العادية اللي هي الريتنج بتاع الخط، لو حصل الارم او لو حصل تريب تبقى واحد. السيتنج فاليو بحددها وانا على الريتنج بتاع المحطة. خلاص المحطة دي الريتنج بتاعها كام؟ في الريفرس خلاص. في الريفرس بص هو هي ما فيهاش حاجة حاسمة قوي يعني، بس احنا ممكن مثلا يعني مثلا 10% حاجة زي كده
يعني ما تبقاش كبيره يعني. تمام.